ما به يقوى القلب. يعني هذا الفصل يتحدث فيه عن علاج نافع للقلق ودفعه وإبعاده عن النفس، أن يقوي المرء قلبه. وبين رحمه الله أن تقوية القلب تكون بتحصيل الأسباب النافعة المقوية للقلب، لأن القلب يحتاج إلى أسباب نافعة يحصل له بها القوة. وقوة القلب بالتوكل، بالثقة بالله، بالاستعانة بالله، بالصبر على قضاء الله، بالرضا بالله وعن الله، إلى غير ذلك من الأعمال القلبية المهمة. ولهذا كتب غير واحد من أهل العلم في أعمال القلوب، كتابتهم في أعمال القلوب هو من أجل هذا الأمر، من أجل أن يقوي الإنسان قلبه، يقوي قلبه بالإيمان وخصاله العظيمة. فمتى اعتمد القلب على الله وتوكل عليه ووثق به وحصلت له قوة الإيمان، لم يستسلم للأوهام ولا ملكته الخيالات السيئة التي أضرت بكثير من الناس. مثل ما يقول الشيخ: كم ملئت المستشفيات من مرضى الأوهام، ما به علة إلا الوهم. والوهم يعني مرض جالب لأمراض كثيرة، الوهم مرض وجالب لأمراض كثيرة جدا. وليس للوهم علاج إلا تقوية القلب. الشيخ ضرب مثال من أعمال قلوب التوكل، وأورد الآية الكريمة: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. القلب القوي بالتوكل يحصل له بهذا التوكل من دفاع الله عنه ونصرة الله له وحفظ الله عز وجل له ووقايته من الشرور وكفايته مما أهمه، يحصل له شيء عجب. الله جل وعلا قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقال: ليس الله بكاف عبده. فقوله فهو حسبه أي كافيه جميع ما يهمه من أمور دينه ودنيا. فالمتوكل على الله قوي القلب. إذن التوكل من أعظم ما تكون به تقوية القلوب. إذا حصلت هذه القوة للقلب بالتوكل، اندفعت عن العبد المخاوف والمضار. انظر إلى الإرشاد النبوي العظيم لمن خرج من بيته. إذا خرج الإنسان من بيته وقال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الثلاث الكلمات كلها كلمات توكل واستعانة. بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ماذا يقال له؟ نعم، هديت وكفيت ووقيت، هداية وكفاية ووقاية. فهداية لما أحب من خير، ووقاية مما يخشى من ضر، وكفاية لما أهمه من أمر خرج لأجله من مصلحة دينية أو دنيوية. فالتوكل قوة للقلب، توكل قوة للقلب. وإذا حصلت هذه القوة زال عنه هذه الأمراض والأوهام والمخاوف إلى غير ذلك. حتى إن المخاوف عندما تأتي لتشوش على قلبه بما عنده متوكل، يقول: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. نعم.